أحب بداية اغتنم الفرصة باسم الشخصي وباسم طائم القنصلية اللبنانية العامة في جدة وباسم اللبنانيين في جدة والمنطقة الغربية بأني هني الأخوة السعوديين والسعودية شعبا وقيادة بالعيد الوطني 88 وبتمنى لهم المزيد من الازدهار والاستقرار والسلام والله يحمي إن شاء الله المملكة العربية السعودية. نحن لقلنا كلبنانيين المملكة عندها مكانة خاصة. المملكة غير أنها استضافت مئات الألاف من اللبنانيين اللي هن كمان بدورهم كانوا جزء من نهضتها. المملكة وقفت إلى جانب لبنان بكافة المراحل اللي مرق فيها. فنحن كلبنانيين لا ننسى أن المملكة وقفت معنا لإنهاء الحرب في لبنان، وقفت معنا في مرحلة إعادة الأعمار، وقفت معنا لترسيخ السلم الأهلي وتحقيق الازدهار الاقتصادي. ف يعني لما تكون المملكة بخير لبنان بألف خير كمان. نحن ما بنقبل إلا ما تكون العلاقات اللبنانية السعودية بأفضل صورها. هذه العلاقات تاريخية، هذه علاقات متجذرة، هذه العلاقات متنوعة، يعني إن كان بالتبادل الزراعي الصناعي، بالمجال التجارة، بالخدمات، بالسياحة، بالتعاون التربوي، بالتعاون الصحي، بالتعاون الرياضي، دائما عندنا التواصل مع الأشقاء السعوديين. ونحن موجودين هون، أنا كأنصل عام واجباتي واجب الأول أن ضيف على العلاقات المميزة تمييز إضافي وتألق إضافي لما فيه خير البلدين والشعبين.